ومعنا مشاهدينا الكرام في بغداد من ساحة التحرير الناشط المدني علي سعدي، مرحبا بك. يعني لو تطلعنا على آخر التطورات في ساحة التحرير والمناطق القريبة من الساحة في بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على مشاهدين هذه القناة. نحن بالأمس تعرضنا إلى هجوم كاسح لإخراب هذه المظاهرات ودمار هذه المظاهرات السلمية. نحن سلميين وباقين سلميين وقهرنا العالم بالسلمية، ولقد قتلوا من عندنا الشهداء، وقعوا شهداء تقريبا 19 شهيد و70 جريح. هذه معركة، نحن لا نحمل غير العلم والقلم، ولا نعود إلا بحقوقنا الكاملة، لا نعود إلا بحقوقنا الكاملة من أقصى الشمال أقصى الجنوب. وهذه ثورة تشرين، ما نعود. ماذا فعل هؤلاء الشباب؟ خرجنا من أجل مطالبنا الحقيقية، ذبحونا. هذه ذبحة كل العراقيين. نحن اليوم بأطيافنا في ألواننا في ساحة التحرير. اليوم 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 ماذا فعل الشعب العراقي والشباب؟ الميليشيات ذبحتنا، الأحزاب. نقول من هنا ومن هناك من أول يوم خرجنا، هذه الحكومة تستقيل برمتها، تستقيل هذه الحكومة، وتأتي ناس وطنيين يقودون البلد بانتخابات شفافية من جميع أطياف العراق. ونقول للحكومة التي عملت في هذه من 2003 لهذه الساعة لا تدخل الانتخابات ولا تمثل العراق ولا يمثلونها. سرقوا أموالنا من 2003 لهذه الساعة. اليوم العراق لا تعليم ولا صناعة ولا زراعة. لا نعود أم نستشهد أم نعود كل حقوق الشعب العراقي. اليوم أكثر من آلاف الأرامل موجودة في العراق، أيتام وأطفال. ماذا فعل الشعب العراقي؟ ماذا فعل؟ هؤلاء مجرمون، وبيننا وبينهم القانون الدولي والعراقي. يعني كيف كانت ردة فعل المتظاهرين اليوم وأمس؟ نعم. كيف كانت ردة فعل المتظاهرين بعد هذه المجزرة؟ هذه مجزرة ذبحوا أكثر من 19 شخص و70 جريح وناس. بس خرجنا الصبح نظفنا ساحة التحرير وكنسناها ونظفناها وجلسنا. نحن جلسنا ونظفنا ساحة التحرير من الطلقات، ويعني بقينا سلميين ونحافظ على السلمية. احنا لا خرجنا الا من اجل العراق والسلميه. نحن علمنا العالم القراءه والكتابه، نحن بلد سلام. هؤلاء هم الذين اتوا على الدبابات الامريكيه يردون طيب سيد علي ويقسمون العراق الى اقسام. هناك انباء تتحدث عن انتشار مسلحين في شارع ابي نواس، هل تملكون معلومات عن ذلك؟ شلون ما اسمع؟ هناك معلومات يعني وردتنا أن هناك أنباء تتحدث عن انتشار مسلحين في شارع أبي نواس. ما يعني أنت شو تتوقع من هؤلاء الأحزاب؟ بس إحنا ما شايفين هالشيء لحد الآن. لحد الآن ماسكين الأرض هم تحت التحرير. إحنا الشباب ثورة تشرين، لازمين الأرض، ماسكين الأرض ثورة تشرين، ونبقى محافظين عليه على السلمية. ما نعود. كل المحافظات سوف تأتي إلى ساحة التحرير يوم 10/12 وسوف لنا موقف. نحن اليوم الناصرية تصبح، والبصرة والنجف وكربلاء والعراق والرمادي والموصل. ماذا فعل هذا الشعب العراقي؟ ماذا فعل الشعب العراقي؟ نعم، هذا مجازات الشعب العراقي اللي حاربنا الناس وأخرجناهم. أخرجنا كل محتل الذي على أرض هاي الأرض الرافدين. نعم، أرض الرافدين هذه أرض السلام. أشكرك، شكرا جزيلا لك من ساحة التحرير ناشط المدني علي سعدي.